إذا مفكرين أن المؤثر الإنفلونسر على زوال، أنتوا غلطانين. بعدهم ما بلشوا رح يكبروا كتير ويصيروا أهم بكتير من هيك. فيسبوك عنده فيسبوك، عم نحكي عائلة فيسبوك، يعني فيسبوك وإنستغرام واتساب، عندهم معلومات كافية لتفرجي إنه الناس والمؤسسات التجارية عم تهتم كتير بالمؤثرين. عملت شيء اسمه براند كولابوريشن مانجر، يلي بيسمح للمؤثر يلي مهتم يشتغل مع براندز يسجل اسمه على هالمنصة ويقول هو مهتم انه يشتغل مع هيدي المؤسسة التجارية. والمؤسسة التجارية يلي حابة تحكي مع المؤثرين فيها هي تنضم على هيدي المنصة. وفيسبوك براند كولابوريشن مانجر رح يجمع بين اثنين. فالمؤسسة التجارية فيها تشوف هالمؤثرين معلومات عنهم، يعني اذا عندهم هني الناس اللي عم تتبعهم من اي بلدان، شو الفئة العمرية، فعم بيكون هالمعلومات موجودة للمؤسسة التجارية لتختار المؤثر. والمؤثر كمان هون بهالطريقة عم يقدر يوصل لعدد اكبر من المؤسسة التجارية يلي حابين يشتغلوا معهم. والمؤثر الشاطر منه من النوع يلي بيلقط منتج بستوري او ببوست بيرجع يمحيه بعدين والناس ما شافت. هيدي كلها منه مؤثر، هيدا شخص عم بيفتش ياخد فلوس على بكير ويمشي. المؤثر الشاطر يلي بيعرف انه هو عنده اسم وفي ناس بتتابعه وكيف بيقدر يعمل يحول ليلاقي منتجات او خدمات معينة باسم هالشخص ويصير يبيعها. بيقدر ساعتها الشخص يتحول من مؤثر لصاحب عمل، بس هيدي صعبة لأنه فيها شغل وتعب أكتر وفي خوف من الفشل، والمؤثرين عندهم خوف من أنه الناس تعرفني وأنا إذا فشلت وشو بيصير وشو بيحكوا علي وكل هالدراما يلي ما لها لزوم. لأنه يعني الفرصة هلأ موجودة على إنستغرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك وعلى سناب شات وعلى تويتر واليوتيوب. هيدي المنصات الفرصة موجودة هلأ. المؤثر الشاطر عم يقدر هو يعمل هيدي الخطوة، يشتغل مع غير مؤسسات يلي بتقدر تعمل اسم لمنتج او لخدمة. فيكم كتير هينة، يعني اذا شفنا هنا مؤثرين خارج البلدان العربية شو عم يعملوا؟ عم يعملوا شنط على ظهرهم اذا هني بيصوروا مثلا ومعروفين بالتصوير ونستمع على التصوير. المصورين دائما عندهم شنط خصوصي لهم. في ناس مؤثرين صار عندهم شنط خاصه باسمهم يلي هن اخذوا وقت اشتغلوا مع مؤسسه تجاريه ثانيه يلي بتخيط مقاسات معينه للشنط وقدروا هن يشتغلوا معهم ليعملوا شنطه باسمهم. في ناس ثانيين بيعملوا ميك اب، في ناس بيعملوا عبايات، في ناس بيعملوا ثياب، في ناس بيعملوا اكل، ناس عندهم محل تجاريه، مطاعم. والمؤثر الشاطر كمان عم يقدر يكون موجود على منصات متعددة، مش بس على انستغرام، كمان على انستغرام وعلى فيسبوك وعلى يوتيوب وعلى تيك توك وعلى سناب شات وغيره، لأن المنصات بتتغير دائما. وبس تتغير ما في شخص يكون متكل على منصة واحدة، فبده يكون موجود على كذا منصة. هيدي الصعوبة بتعمل هون انه بده يكون في انتاج اكبر واقوى للمضمون اللي بيعمله. فهيدي بدها كمان تعب وعجلة وكل شيء. فالمؤثر، موضوع المؤثر، كونسبت المؤثر رح يضل وموجود، رح يكبر اكثر لقدام، وحتشوفوا ناس أكتر وأكتر بمجتمعنا حوالينا يلي هني عم يقدروا يكونوا هني مصدر لمعلومات أساسية عن التصوير، عن الرسم، عن الكتابة، عن الفن، عن الشعر، عن الرقص، عن حيال نوع خبرة معينة يلي نحنا بطبيعتنا عم نلحقها أو نهتم فيها. فهذا المؤثر رح يكبر أكتر لقدام، والمنصات أوعى لهالموضوع وعم يجربوا يلاقوا حلول ومنتجات ويحسنوا منصاتهم الخصوصي لهالنوع من المؤثرين.